ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤالي للشيخ حفظه الله: يوجد خدمة في شبكة التواصل الاجتماعي اسمها الانستغرام أو التويتر، وهي يا شيخ صالح تبث كل ما يوضع فيها على أجهزة الاتصال. ونص السؤال يا شيخ: هل وضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ والأدعية والأذكار في هذه الخدمة بنية الصدقة للميت بثوابها، هل هذا العمل مشروع وجائز؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نشر الخير، نشر العلم، هذا ينفع الميت بإذن الله إذا جعل ثوابه له وأهدي ثوابه له، لأنه عمل صالح. ولكن ينبغي أن يتحفظ على الآيات وعلى الأحاديث من المواقع التي تخلط بين السيء والحسن وتخلط بين الطيب والخبيث، فلا يضع الآيات والأحاديث إلا في مكان لائق وتحفظ عليها من الإهانة والابتذال وخلطها مع غيرها مما لا يليق. نعم.